بعد كده هتبقى عارفه فين المعادله بالدرجه الثالثه. دلوقتي
الكالكوليتر خلاها تطلع الجمله. يبقى لو مش عارف عندك الكالكوليتر بتحط المعادله الدرجه الثالثه تحلها تطلع الجمله. ساعات بيكون فيها بذور بالبرجر. نيجي نعمل الديفرجن فوكا تدينا ناقص واحد ناقص جبر. بتفك على الطرف الاولاني زائد ناقص زائد بتدينا ناقص واحد ناقص جبر ناقص جبر. بعدين ناقص واحد في فوق طبعا عمود وصف تدينا ناقص جبر والكلام ده يتوزن. يبقى ده المعادله دي اسمها ايه؟ اسمها كاركترستيك ايكويشن او اسمها المعادله المميزه. هنفكها هتدينا ناقص لاندا عامل مشترك. تدينا ناقص لاندا عامل مشترك. تدينا ناقص واحد ناقص لاندا لكل التربيع. ناقص واحد والكلام ده بيتخبط. هنفك فكينا بقول لك ايه؟ ناقص واحد ناقص لاندا ده بدل ناقص ده بدل. ناقص واحد ده بدل. أخدت ناقص لاندا مشترك. اتبقى ناقص واحد ناقص لاندا ناقص واحد ناقص لاندا لكل تربيع. ناقص لاندا مشترك يبقى ناقص واحد. هنفك التربيع يبقى ناقص لاندا في لاندا تربيع ناقص ابتدائي 2 لاندا زائد واحد ناقص واحد والكلام ده يساوي زيرو. هتدينا ناقص لاندا لاندا سكوير زائد 2 لاندا بتساوي زيرو. تاخد لاندا مشترك يبقى ناقص لاندا تربيع لاندا زائد 2 بتساوي زيرو. يبقى لاندا بتساوي صفر وصفر مضرب مرتين وناقص 2. يبقى ده بيمثل عندي اي فاليو. اي فاليو هي كلمه زي دي. بناخد أول حاجة المصروفة إيه ناقص لاندا أي إكس إيكوال زيرو. عشان تتحل باخد قيمة المحدد بتاعها بتساوي صفر نحلها نطلع على لاندا. المعادلة دي اللي بنحلها اسمها كاركترستيك إيكويشن أو كمان المعادلة المميزة. عرفنا لاندا، لاندا بتمثل عندي القيم الذاتية أو بمعنى تاني اسمها اسمها الأيجين فاليو. اسمها القيم الذاتية أو الأيجين فاليو. نعم. ما هي لها كده بالظبط، صفر مكرر مرتين. لا صفر صفر اثنين دي بذور ليها كذبين مكررين صفر وبعدين صفر تجاوب لما التربيه تساوي صفر ليها كم جاز يبقى لما تكون ايكوال زي يبقى ليها صفر وصفر او هي كانت اصلا ناقص لندا في لندا اهي ناقص لندا من هنا ولندا من هنا يبقى ليها لندا مكرره مرتين يبقى ليه بذور مكرره مرتين معادله الدرجه الثالثه ليها ثلاث بذور صفر وصفر و2 ناقص 2 لو سمحتوا الكلام ده مهم. الخطوه اللي بعديها هنبدا نجيب الايجن فيكتور. السطر ده كان ايه؟ نبدا نجيب الاداء المكرر لاندا ناقص 2 معوض فين هنا؟ احط لاندا ناقص 2 هرجع تاني للمعادله دي واعوض فيها لاندا ناقص 2 هتدينا ناقص ثلاثة واحد صفر في اكس 1 اكس 2 اكس 3 والكلام ده يكون زيرو واحد واحد صفر صفر اديها واحدة واحد واحد ما اديها واحدة غلطانة ناقص واحد زائد اثنين واحد واحد زيرو واحد واحد زيرو 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 اثنين لو سمحت مش عايز اتوه في حالة الجذب غير مضرر بتطلع صفين شكل بعض ساعات وشخص صف الواحد باخد الصفين اللي مش شكل بعضيهم باخد الصفين اللي مش شكل بعضيهم عشان لو اخدت اللي مش شكل بعضيهم بيطلع الصفر يبقى عشان اخد الصفين اللي مش شكل بعضيهم هاخد التاني والتاني اهي واحد واحد صفر واحد واحد صفر 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 اثنين هاخد الصف الثاني والثالث ابدا احط الحل بيتحط على طول بيجي من اسمه بقول اكس 1 الى اكس 2 الى اكس 3 بيساوي محدد الى ناقص محدد الى محدد اوكي دي بقى باخد سطرين بشكل بعض ما اقدرش اعمل
الثاني باخد واحد صفر صفر اثنين عشان اخد اس ثلاثة. بصوا للاخير تدينا واحد واحد زيرو زيرو. تاني معاك. اقول تاني عشان اطلع العادي انفنتور بعوض لمدة الاولانية بناقص اثنين. عوضنا يبقى احنا طرفين شكل بعضيهم. لو اخدت الطرفين بشكل بعض تطلع الصور الحل كده غلط. باخد الطرفين بشكل بعض بقول اس 1 الى اس 2 الى اس 3 بيساوي محدد الى ناقص محدد الى محدد. انا قلت الطرفين دول اس 1 اشطب اس 1 تدينا واحد صفر صفر اثنين. اس 2 اشطب اس 2 تدينا واحد صفر صفر اثنين. اكس 3 اشطب اكس 3 تدينا واحد واحد زيرو زيرو. تدينا اكس 1 الى اكس 2 الى اكس 3 لو سمحت مش عايز يدور. ونستخدم المحدد الاولاني باثنين. مفروض باثنين. والله المفروض يلا. محدد الثاني 2 ناقص 0 ناقص 2. كلا المحدد الاخير بصفر. على فكرة دي ريشيو ممكن اعتذر عليه. يبقى اكس 1 الى اكس 2 الى اكس 3 قسم على 2 تدينا 1 الى سالب 1 الى 0. 2 مش 3. طلعنا اول ايجن فيكتور اسمه سي 1 عبارة عن 1 ناقص 1 0 عند لندا بتساوي ناقص 2. اول ايجن فيكتور اسمه سي 1 اسمه ده ايجن فيكتور. ايجن فيكتور يعني متجهات ذاتيه او متجه ذات. متجه ذات لو متجه. لو سمحت ومش عايزه اصوت دي كتير في الامتحانات. هو بتلاقي المحددات اللي هي الاكس 1 اكس 2 اكس 3 ايه؟ ازاي بجيب محدد اللي هو اكس 1 اكس 2 اكس 3 ده؟ قلت لك نفس الصفين خد اكس 1 تديك 1 0 0 2 خد اكس 2 1 0 0 2 خد اكس 3 1 1 0 0 قلت لك انت يا حمام فصل بعدين فصل كده هناخد لمده بصفر بدون مكرره لمده بزيرو بدون هنعوض الناس لمدة بستة هنا تدينا ناقص واحد واحد زيرو تدينا واحد ناقص واحد زيرو تدينا زيرو 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 في اكس 1 اكس 2 اكس 3 ايكوال زيرو. بتمشي دايما على الحدود المكررة. مش عارفة تشتغل على فكرة او تحسين عند البذور المكررة بتدي صف مكرر ثلاث مرات أو بتدي صف مكرر مرتين وباقي مشوار أو بتدي صف صف واحد وباقي كله مشوار. اداني صف مكرر ليه؟ لما اضرب في ناقص ناقص واحد واحد زيرو مكرر ومدينا صفر 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 باخد صف منه. خد بالك شوف اعملها ازاي اسالني في البذور المكرر. باخد ايه؟ بيجي لي شكل واحد وباقي كله مشوار، او يجي لي ثلاث صفوف بشكل بعض، او يجي لي صفين وصف بصفر، صفين شكل بعض وصف بصفر. اجي اعمل ايه؟ باخد صف منهم وابدا اكتبه. هقول تدي ما ينفعش فيها الريشيو، الريشيو بس في البذور ده المكرر. هقول دي عباره عن ناقص لمده ناقص اكس 1 حجر ناقص اكس 1 زائد اكس 2 زائد 0 اكس 3 بيساوي 0. خد بالك ما ضيعش دي صفر اكس 3 ممكن يكون هنا رقم هنا في رقم بس صفر. عندي معادله فيها ثلاث مجاهيل بفرض اثنين منهم والثالث في عبدالله. هقول تاني باخد صفر منهم وابدا اضرب هتدينا ناقص اكس 1 زائد 1 اكس 2 زائد 0 اكس 3 بيساوي 0. بتدينا صفر واحد في ثلاث مجاهيل دايما في الحدود المكرره. بعمل ايه؟ بفرض اثنين منهم بفرض ده وافرض ده بفرض اكس 2 بايه واكس 3 بايه.
هتقولي ان زيرو زيرو رقم، يعني بعتبره اديته رقم بس طلع نيجاتيف ما ضيعتوش. يبقى انا هقول حط الاس 2 ب ايه واس 3 ب ايه، تبقى اكس 1 ايكوال ايه ايه زي زيرو ب. يبقى طلعنا اكس 1 اكس 2 اكس 1 اكس 2 اكس 3. نبدا نمثلها عن طريق المحطوطات. هنمثلها هنقول ضبط المعادلة منين؟ الصف الأول هنا؟ بس كده راح ضربته في كل الحاجات دي، يعني ضربت اكس 1 في نيجاتيف 1 اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس بلس اكس 2 اكس 3 انا مضروبة في ايه؟ ضربت في الصف الأول بس. شوف لو سمحت مش عايز اكتب فقط بعد اكس 1 ب 1 ب 1 ب 0 اكس 2 ب 1 ب 0 اكس 3 ب 1 مالي اقول دي واحدة فيهم اسمها تي 2 واحدة اسمها تي 3 اللي هو الأجنبي. ساعتها بحط الـ A1 والـ B1. يا باخد الأولانية واحدة اسميهم تي 2 واحدة اسميها تي 3. يبقى دول بيمثلوا الأجنبي اخد اللي هي المتجهات ذاتية. فبقيت دلوقتي جبنا المتجهات الذاتية. أقول تاني. بناخد المفروضة دي بس بناخد الحالة الوحيدة اللي هي الـ A1 والـ B1. مبناخدش مادة الحلول، بناخد حل واحد. يعني إيه حل واحد؟ يعني دايماً بتحط الـ A1 والـ B1، يعني تاخد الكمية دي والكمية دي. الخطوة اللي بعدنا دي إيش؟ يبقى دايماً أعرف أنا ليش عند الـ A1 وعند الـ B1. نيجي بعد كده، تحطي تي، الكلام ده قاعد ياخد مفهوم. كاتبين قبل كده ان هو حفظ بالها دي هل دي حفظ بالها دي هل ايوه جد اكس 1 ايكوال ايه؟ كاتبه 2 قسمت على 3 5 1 ايه واحنا لسه شايفينها دلوقتي السبعه اكس 1 ايه؟ شايفه والله كبر دماغك. يبقى اكس 1 ايكوال 1 ايه؟ اكس 2 ايكوال ايه؟ اكس 2 ايكوال 1 ايه؟ اكس 3 ايكوال دي نفرد الحل ده يبقى دي هو جبناها مكان. الخطوه اللي بعد دي يبقى دي الزي تحت وحتى دي بحط دي 1 جنب دي 2 جنب دي 3 يبقى دي بتمثل دي 1 عباره عن 1 ماينس 1 0 دي 2 بتمثل 1 1 0 دي 3 بتمثل 0 هاو تاني 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 بحط في 3 0 0 1 دي عبارة عن سي 2 ودي عبارة عن سي 3 ممكن تقول سي 3 0 دي سي 3 انت حر على كده يلا لا استكفيت يلا طب ايه جاي من حد ثلاثة جدا دي غير كده بقى مش عايز اي حاجه تانيه Thank you.
حاجات مش حتى المعديات بجيبتي ما يطوان بيقول واحد عشان تبقى وجبتي من الاسواق عليك المخبطه عشان ريحت الواد وجبتي من الاسواق طلعه ¡Vale!
ما ننسى قدام احنا مش شايفين حاجه. هنضرب الاثنين ناقص كام؟ ناقص اثنين، الاثنين ناقص اثنين بيجيبوا. نفسي اقول لها دي رياضه مش تاريخ، بس كان احسن. طب اسمع.
هنا. اسكت يا عم، ده حاجه السلام.
يا ابني اتكلم له اسكن له ايه خلاص يعني انا اي حاجه على اللي اتلغى في المحاضره وبعدين انا دخلت ما حدش شايفه خالص انا بقول لك يا جماعه عايز تحضرني احضر احضر لي مش عايز ده وانا كنت الامتحان كله انا عارفه روح دور على ورقه دور على كتاب انت حرين مش عايز ادخل خالص المحاضره ومن حاجه الدكتور في المحاضره يعمل اي اسم لو هو عايز مش بيدخلوها دي الامن امن بتاع الكليه مش عايز اكون خالص لو سمحت وبعدين الكلام اللي انا بقوله بس ما بعرفيه لكن انا بيجي الامتحانات مش عايز اكون خالص عايز بعد كده اقف عليك واقف على بعض مش عايز اكون خالص ايه بقى على بعض عم يستنى مش سابتين دي اقف على بعض دي ولا انا بتسلم ما اطلعك الضغط زيرو زيرو واطل زي قصة البعض معناه ما اطلعين قصة البعض زي قصة البعض زي قصة البعض والباقي هو الاتفاق مش عايز قصة البعض مضروبة كثير ما ينسوها كثير ما ينسوها عبارة عن نص يا عم صحيح كل حسابات بس انا واحد ناقص واحد زيرو 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 اثنين واحد واحد زيرو بضربها اسهل من ورا لقدام اسهل بتتضرب من ورا لقدام ممكن تضرب من قدام لورا دي كبير ويطلع في دي اسهل دايما من ورا لقدام هتدينا نص فين واحد واحد زيرو ناقص واحد واحد زيرو 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 واحد هنقدر نقول قدام دي 16 تدينا 16 مع 16 زيرو هتدينا زيرو مش جاي وبعدين تدينا زيرو وبعدين تدينا زيرو وصفت لك ايه ده مش خالص اسمع السيجاره بتاعتك انا بقيت حاطه خيل جنب ده هتدينا 16 اللي انا دفعتها 16 مع 16 زيرو هتدينا مع 16 16 مع 16 زيرو ولكن هيدينا زيرو 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 لما ضرب النص هيدينا الناتج عباره عن 8 ناقص 8 زيرو ناقص 8 ناقص 8 زيرو 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 ادي الناتج بتاعته نعم النص طالع من ايه؟ ما يمشي مع الاسوار خليكوا بره الكلمه اللي تكون عباره عن نص الكلام ده كده تبقى مسألة كاملة أول تاني المسألة دي جت في الامتحانات يمكن 10 مرات قبل كده البيت اللي جاي بقى دايما بتفكر دي مشكلة الطلبة كلها دي دلوقتي بقى 3 في 3 هشتغل دلوقتي بنت كتير مواليد مسألة السنة اللي فاتت ما عرفوش ازاي هعمل مسألة بنت كتير ومدخل عليها مسألة السنة اللي فاتت يبقى عارف 3 في 3 ازاي او تاني ايه الاصلان ده اي اكس ايكوال دي بقول محدد بيساوي زيرو بطلع لامدا بعوض بلامدا بطلع تي 1 وتي 2 وتي 3 فصل بعد كده بحط تي بجيب تي ماينس 1 بقول تي ماينس 1 ايه تي بتساوي ده لامدا قطع كل لامدا ولا لامدا كل لامدا في وده كله بس فصل كله ما تضيعش وقتك في الضرب عارف ان طلع لامدا ولا لامدا تكون لامدا 3 ترتيب فصل بعدين بتقول ايه الاوبس ان تي دي اوبس ان تي ماينس 1 دي اوبس ان بتاع لامدا اوبس ان لامدا اوبس ان لامدا 2 اوبس ان لامدا 3 اوبس ان بنضربهم اسهل من ورا لقدام عايز تضرب قدام لورا من ورا لقدام اسهل يعني مفيش خط كتير يبقى اسرع في الضرب دي دلوقتي كام في كام؟ 3 في 3 هاخد دلوقتي 2 في 2 مع مسألة السنة اللي فاتت بنحور فيها ساعات بنديكم الايجن فاليو وبندي الايجن فيكس ساعات بتقول الايه؟ بيساوي تي دي تي ماينس 1 عندي تي ودي ماينس 1 تجيبها وعندي تي دي يبقى هتقول تجيب الايه؟ جبت الايه؟ بتقول بتقول ايه اوبس ان بيساوي تي دي اوبس ان تي ماينس 1 وطلعها دي من افضل الامتحانات
طب الوقت بتاع المساله دي ممكن يفيدني بعدين. نعم الوقت بتاع المساله دي ممكن. طب ما تاخدش وقت لو المره دي يعني مش اكتر ربع ساعه. يعني ايه محفوظ يا اخ؟ هاخد الوقت كام في كام؟ اديت في اثنين، لو عندي وقت هاخد كمان واحد ثلاثه ثلاثه. نعم. لحظه واحده بس، لحظه واحده بس، بعرف مين 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 مين. انت دلوقتي هتحس مثلا ميكو، لحظه واحده عم الكلام ده وجوه موجود. ايه بيساوي؟ انا عمال بدور عليه مش لاقيه. والبعض
دي نفس الحاله اللي انا خدت الخط الصف الثاني صح؟ نبدا بقى دلوقتي نقول ايه؟ هنقول بعد كده طلعنا الجمهور هنقول طالعين شكل بعض هتدينا ناقص 5 اكس 1 زائد 4 اكس 2 بيساوي 0 بنجيب الريشيو 5 اكس 1 بيساوي 4 اكس 2 يبقى اكس 1 الى اكس 2 بيساوي 4 الى 5 طلعنا اكس 2 بيساوي 4 و 5 طلعنا تي هحط تي 1 جنب تي 2 1 و 1 وهي 4 و 5 طلعنا تي نعم هي كده على طول بتدلك الدنيا بتتعمل بالطريقه دي غير 3 في 3 الخطوة اللي بعد كده بنجيب بعد كده زي ما احنا دكتور نعم لا هي بتلف الدنيا بنجيب الرش على طول عشان دول حاجتين لكن 3 في 3 بنجيب الرش فاهم؟ قلنا 5 اكس 1 بيساوي 4 اكس 2 يبقى اكس 1 الى اكس 2 بيساوي 4 على 5 يبقى اكس 2 بيساوي 4 على 5 نيجي بعد كده سي من سي ايه؟ 1 1 4 5 سي ماينس 1 بيساوي 5 ناقص 4 في دي تطلع فوق دي تنزل تحت ناقص 4 ناقص 1 يعني سي ماينس 1 الدتا 5 ناقص 4 ناقص 1 1 خطوة اللي بعدين بتقول بعد كده جي بيساوي تي ماينس 1 اي تي يبقى جي بتساوي تي ماينس 1 اللي هي 5 ناقص 4 ناقص 1 1 الاي عندي ناقص 3 4 5 6 في تي ماينس تي اللي هي عبارة عن 1 4 1 5 بدون ما اعملها بحطها بقول عبارة عن لندا 1 بيساوي 1 2 وباقي كله صفار ما بضربهاش نعم سي ماينس 1 اهي 5 ناقص 4 1 دي بتاع فوق دي تنزل تحت ناقص 4 ناقص 1 خطوة اللي بعديها بجيب دي أس 6 بيساوي 1 أس 6 و 2 أس 6 و 0 و 0 تدينا دي أس 6 بيساوي 1 و 4 أس 2 و 0 و 0 اللي بعديها بنقول بتساوي تي دي اس 6 تي ماينس 1 ادتنا ايه اس 6 تي اهي 1 4 1 5 دي اس 6 1 0 0 4 6 تي تي ماينس 1 اللي هي عباره عن 5 ناقص 4 ناقص 1 دي 1 قلنا نرجع بالمره قدام تدينا 1 4 1 5 في 5 ناقص 4 ناقص 4 60 4 60 هتدينا 5 ناقص 256 تدينا ناقص 4 زائد 256 تدينا 5 زائد 320 ناقص 4 زائد 320 تدينا 251 252 315 316 صرفوها دي في الكتاب دي مثال معروف في الكتاب 315 316 بدل 15 كده صعبة؟ هقولها تاني بنجيب ايه؟ ايه الأرقام ده أي بيساوي إكس إيه ودي؟ محدد بيساوي صفر هنحل نطلع لما نعوض بلما في المعادلة نفسها ونطلع سي 1 وسي 2 نقول جي بيساوي تي ماينس 1 اي تي نصيحه مني حطوها ما تضربوهاش حط لمده ورا لمده طول بيت نجيب كام لمده الخطوه اللي بعديها نجيب دي اس ان يبقى بنرفع اس ان يبقى ايه اس ان بتساوي تي دي اس ان تي طب بضربها ورا قدام تطلع نعم دلوقتي نعوض بكام لمده فين؟ تقول ايه؟ نعوض بلمده فين؟ نعوض بكام لمده؟ نعوض بكام لمده ثانيه معادله؟ نعوض بكام لمده؟ هنا في المعادلة دي لازم تبقى صح ايه ناقص لندا ايه؟ بص بقى مسألة السنة اللي فاتت نعم دكتور دي فور 6
دي مش هي المفروض 16 و 0 و 0 الدي باور 6 اللي تحت يبقى جت منين الوضع؟ تدينا 15 15 15 15
وبعدين انا تدينا 2-0-0-2 تدينا ضغط ضغط تدينا
الداتا كل الافكار اللي ممكن تجيلك. ممكن ايه الفكره الذاتيه والمنتجات الذاتيه ومنها تجيب لي ايه وتدفع ليه. اول حاجه عايز تشيل يبقى عباره عن 2 ناقص 5 1 2 وعندي دي 1 و10 و0 و0. انا حافظه الانتاج ايه يا استاذ؟ عباره عن تي دي وسان تي ماينس 1. احط ان بوار يبقى ايه؟ يساوي تي دي تي ماينس 1. عرفنا ليه؟ يبقى ايه كام؟ تي عباره عن 2 و1 ناقص 5 2 تي دي اللي هي 1 0 و0 10 تي ماينس 1 يساوي 4 بقت 5 9 تي 2 2 ناقص 1 5 يبقى عندي 1 بقت 9 2 ناقص 1 5 2. لو ضربناه نجيب ايه؟ نضربه قلنا من ورا لقدام يبقى بتدينا 1 على 9 تي 2 1 ناقص 5 2 في 2 ناقص 1 50 و20 يعني بتدينا 1 على 9 في 4 بقت 5 54 ناقص 2 زائد 20 18 ناقص 10 و190 وناقص 5 و40 45 هنرسم على 9 تدينا 6 3 10 5 جبنا الايه؟ عايز يجيب ايه اس 10؟ يساوي تي تي اس 10 تي ماينس 1 يبقى ايه اس 10؟ تي عندي 2 1 ناقص 5 2 دي اس 10 يبقى 1 اس 10 و10 اس 10 0 0 0 ماينس 1 يبقى 1 على 9 في 2 ناقص 1 5 2 اضربها